بعد متابعة الأستاذ خالد مشكوراً لمشروع المجاري، نطالبه أيضاً بمتابعة مشروع المتحف. مشروع المتحف مبالغ خيالية، زين لماذا لا تتم متابعته حرفياً وأين ذهبت الأموال؟ والموضوع الثاني مشروع عاصمة الحضارة اللي هي 190 مليار، لا نعلم أين ذهبت، ونعلم أن الخلل الذي حدث بعد تغيير اللجنة وإخراجها من الدكتور صباح علاوي تحويلها إلى السيد المحافظ وإلى إلى إلى آخره. ولهذا نطالب الأستاذ خالد بمتابعة الموضوعين متابعة شاملة ودقيقة، وشكرا. يعني اليوم مشروع سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، يعني هو فقط حبر على ورق، مشروع بلا أي إنجاز، أي حجر أساس لأي مشروع ما نسمع هناك رفع أرصفة، بناء أرصفة جديدة، ولكن بطيء جدا، كل ثلاث أو أربع أيام يرفع رصيف من فرع ويترك. زين إذا هو رفع الرفع ثلاث أو أربع أيام، الإنجاز شو بتصير؟ مبالغ هائلة صرفت إلى هذا القانون، قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، مبالغ خصصت لإعمار الملوية ومناطق أخرى، بوابة سامراء الجنوبية، ولكن لحد هاي اللحظة ما شفنا أي إنجاز لهذه المشاريع. مشاريع متلكئة بطيئة، يعني كثير من أبناء المدينة يعني يشككون في نزاهة هذه المشاريع وإنجاز هذه المشاريع. يابا هاي عاصمة الحضارة، هاي سامرة اللي هسه صايرة مثل الخرابة، وين فلوس هاي العاصمة؟ وينها؟ وين صارن؟ بيا جيب؟ هذا احنا بدنا نسأل عليه ودنا نقوله. المشروع ما سامرة، وينها عاصمة الحضارة؟ هذا اللي بدنا نسأل عليه ودنا نقوله. اي نعم، وين راحت الفلوس؟ احنا مو شعب، مو من حقنا، احنا شعب وجهاء بالمدينة، مو بس شعب، احنا هم منا حق نسأل ونراقب، بس احنا نشوف ماكو تحسن بالمدينة، والمدينة صايرة خرابة. هذا اللي دنقوله واللي دناشد بيه المسؤولين الكبار. مشروع عاصمة الحضارة الإسلامية وينها؟ هي موجودة ماكو، اي مشروع ماكو، الشغل هسه كله واقف. المشروع هو وين صار؟ غير نفتهم وين صار بالضبط. فلوسه وين؟ هسه كل العمل كله واقف. اي شغل هسه ماكو.